اهلا، السلام عليكم. اسمع، باش نعملكم فيديو بالعربي اليوم وتتخص الانتخابات. لازم نعملكم فيديو على شنو صاير بعد الخطاب الرئيس الجمهوريه. راهو علاش نعمل الفيديو هذه؟ على خاطر اولا نفهم السياسه. انا قريت السياسه ويعني من الطفوله عندي اهتمام ونعرف الماكينه، وراهو السياسه كيما هندسه. ويظل اللي باش نقول لكم اليوم مهم. علاش؟ على خاطر الاجراء بتاع الخطاب الرئيس الجمهوريه راهو باش يجيب عنف كبير، ناس مش باش توافق معاه، وهو باش يطابق البرنامج نتاعو باش يستعمل القوه. وفي حاله اخرى كانت ممكن تصير انقلاب ولا حرب اهليه ولا باش تصير مشاكل. دونك على بها نحب نفسر لكم اش باش يصير وما نغلطش. راهو كيما الطبيب يقول لك عندك مرض هكا ولازمك تعمل هكا ولا هكا، انا زاد طبيب نتاع سياسه نجم نقول لكم ان اللي باش يصير راهو باش يولي مخطر، خطر كبير، باش يجيب عنف، باش يجيب سي لي ريسك دو فيولونس، راهو موجودين انكونتيستابلومون. دونك اولا سي باسكو جو كومبران لا بوليتيك كو Je dois vous expliquer les conséquences. À la bière, ils m'ont dit que nous avons fait des choses. Ou je ne sais pas si le Raïs a dit ou la référence à Dieu, ou à l'histoire, ou à le chat. Bon, je ne sais pas le khitab est ou le. Je ne sais pas si c'est un peu. الاساس نتاع الراجل هذا يقول لك لا رجوع الى الوراء، لا رجوع الى الوراء، سي لو سلوغان نتاعو هكا، والشعب قاعد يستعمل فيه، الشعبي يستعمل فيه. راهو مش رجوع الى وراء، رجعنا الى الوراء الى البي محمد في 1857، معناتها وراء مش نتاع 15 سنه، نتاع 150 سنه. راهو رجعنا للفترة نتاع وين السلطان يحكم يقول لك أنت تعدموه وأنت سبيت ربي يعدموك، ويعني في وقت البي محمد ما عادش كان تعرفوا قصة التاريخ، وقتها ليبوك واحد سب ربي حكم عليه بالإعدام، واللي بعد هذا صارت مظاهرات يعني ميكونتونتمون أبويي بار لي كونسول أوروبيان إكسيتيرا. Et on a au premier destour. Et c'est à la suite de ça qu'on a rédigé la première constitution, qui est une garantie du citoyen. اليوم يعني رجعنا للوقت هذا. توا خلينا نجيو للبرنامج نتاع السيد هذا. نتاع السيد الرئيس الجمهورية، شنو هو برنامجه؟ برنامجه باش يرجع أموال الشعب. أموال الشعب. ربي سامحني، وكان سرقوا دي سرقوا وين باش تشدهم؟ باش يرجعوا لك مالك؟ وتحب القضاء شنو باش تحطهم في الحبس؟ فما حباس في تونس؟ دي فما لا حبس ولا فلوس ولا دي هذاك مش هو. اوكي سرقوا هذاك ماضي، هذيك المحكمة تحكمهم، مش دورك انت. انت بيدك تقول المحكمة مفروض اللي انديبوندونت. انت بيدك يا رئيس الجمهورية تو اكزيج لا سيباراسيون دي بوفوار. Tu exiges que la justice soit indépendante. Donc, خلي المحكمة تخدم على روحها. شبيك تسب في المحكمة؟ شبيك تسب في القضاء؟ شبيك مش ما عندكش عم فيهم ثقة ولا يا أخي شبيك تحب تحكم أنت زادة؟ حتى القضاء تحب تشده في يدك؟ لا، خلي المحكمة تحكم وكاهو. حاجة ثانية قال لك ما نسيت كيفاش قالها بالعربي، قال لك لو جيل دو بارلمون مازال باش يواصل. لو جيل دو بارلمون مازال باش يواصل. باش يواصل عام، وبعد عام باش نعملوا انتخابات. اسمع، كم باش تعمل انتخابات؟ عملهم توا. علاه تستنى في عام؟ يا اخي شبيك وتوا بعد عام كي يجيونا نياب اخرين باش يكونوا احسن؟ لا سافا با سا. كان تحب وكان ما عجبكش البرلمان، راهو البرلمان فيه كعيبات خايبين. كعيبات يشوهوا يعملوا مشاكل. يا اخي ما عندكمش حتى رئيس المجلس اللي هو غنوشي كان ينجم ياخذ قرار ضد عبير موسي، سورتو عبير موسي.
عبير موسى يعود تخدم البلاد، يعود تخدم القوانين اللي هي متخرجة من الحقوق، مفروض تعاون البلاد باش نعملوا باش نطابقوا، لكن هي قاعدة تشوه وتعمل مشاكل وبنتوات شخصية، ومش قاعدة تشوف المشكلة الأصلية. المشكلة الأصلية هي الجمهورية، هي الرئاسة الجمهورية. دونك باش تعمل يعني تعمل جال، تعمل دي سوليسيون وكاو تو دي سو لاسومبلي. كان ما عجبتكش انا يظهر لي يفول على سي وعاقب الناس اللي يعملوا في الفوضى، العفاس والمخلوف معناتها هنا كود دو كوندويت. ما نجموش نجيبوا تصاور برقيه في وسط المجلس، ما يجيش منه هذا يا اخي. تمثل في الشعب، لازمك تلبس مليح، تكون عندك بون ريبريزونطاسيون، قاعد تتمثل في الشعب يا راجل. كيفاش تجي تسيح باسم الشعب؟ لا، تهز راي الشعب، راي من الاريا، فهمت؟ لكن تي با نو بلو تعمل مشاكل. دونك اوليو دو كومون دير دو جولي لو بارلمون، il faut le dissoudre. ولا tu le poursuis et tu punis les تعاقب اللي شواشه هذوما اللي كيما في قرية القاسم، عندك دو تروا قاعدين الناس حاب تتعلم، والاخرين زوز ثلاثه قاعدين يعملوا في مشاكل، تاخو قرار ضد زوز ولا ثلاثه هذوما يا اخي، ما عندكش القوه، وتخلي البرلمان يخدم على روحه. ولا tu le dissous، ما عرفتش كيفاش يقولوا بالعربي، tu le dissous complètement et de nouvelles élections maintenant pas dans un an. Pourquoi dans un an؟ البلاد لازم تخدم، شنو الحكايه هذه؟ بعدين قال لك اون فافير ان ريفيرندوم بوبولير. ايه ريفيرندوم بوبولير، تي بربي شفناه الشعب شنو اختار، شفناه في الرئاسه، شوف شفناه شنو اختار النياب. لا، ما عادش تكذبوا على سايب الشعب على روحه، وخلي لي جون كومبيتون يختاروا. نفضلوا فلوس وقال لك كونساي الكترونيك زاد بار انترنت، زعما باش يخدم الانترنت، زعما كي تعمل لي ريفيرونس. تي على ليبوك انا جي فولو كونتريبيي ا لا كونستيتيسيون مالغري لي فينانسمون اي تو سكو تو فو، مي ميساج نو سون جامي بارفوني، جو ني جامي يو دو روتور. ما كاينه ما تخدمش، فما حاجات معناتها حتى المشاركه لل بور لا لا لي كونساي، معناتها بور لا رياليزاسيون دو لا كونستيتيسيون، سا ني سي با في. Donc il faut arrêter de قالك زاد باش نبدل الدستور، باش تبدل الدستور sur base de la constitution. معناتها قاعد يعمل كيما دو غول، مي دو غول بون je vais pas en parler ici. قلت لكم c'est un dictateur et la façon d'imposer une décision c'est le référendum. Donc c'est pas bon. Il قالك تاو des élections dans un an، des élections انتخابات في عام. اش معناتها دي زيليكسيون؟ معناتها مصاريف كبيرة، شكون باش يصرفها؟ شكون باش الأوروبيين يعاونوك؟ ما عادش باش يعاونوك، خلاص فيني، انسى، عاونوك في الانتخابات القديمة، بالأسف. وتعرفوا يا جماعة، والله العظيم، أنا قلت لهم، في عود تصرفوا للكهرباء، تصرفوا للسواقة. في عود تعطيهم كهرباء جديدة، علمهم كيفاش يسوقوا. وحبيت نبيع أنا دي فورماسيون أن جيستيون دي سيكتور، جيستيون دي مونيسيباليتي، يعني كيل إي فوت رول، كيل سون فو فونكسيون. على خاطر السياسة قلت لكم علم، حبيت نشارك معاهم. هذه يا جماعة سيتي أفون 2014، قبل ما رئيس الجمهورية قايد سبسي كلمته، قلت له راهو أهم حاجة هو التكوين، أهم حاجة هي لا ديموكراسي لوكال، الناس اللي تاخذ قرارات. معناتها قالوا لي سي انتيريسون لكن نساوني. بعد 7 سنوات خدموها. تو تشوف أوروبا صرفت ملايين صرفت، ما نعرفش قد صرفت، لكن صرفت برشا فلوس باش تعاون للانتخابات، باش تعاون الديمقراطية التونسية. وشوش طلعونا ناس ما يعرفوش خدمتهم، ما يعرفوش شنو هو إجابتهم. فوالا دونك بزايد في الخطاب نتاعو قال لك دي زيليكسيون سان انجيرونس، معناتها طالب
qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère dans les élections. Les ingérences, c'est de la coopération. Les ingérences, c'est de l'aide. Les ingérences, c'est du financement. Les gens se sont aidés. Ils ont dit qu'ils ont pris les moyens. Ils 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 ont Donc, le programme qui ne tient pas debout. يعني première analyse ما نتكلمش على الخطاب نتاعك ما نتكلمش على لو تون نتاعك ما نتكلمش على لي زاكوزاسيون ما نتكلمش على لي ريفيرونس ما نتكلمش على يعني تو لانكادرمون ما نتكلمش على لغتك هي لغتك مش مفهومه قال لي وقال لك وتتكلم كأنه في حرب معناتها برشا حاجات مش باهيه اخت تو في الصندي معناتها لو ستيك اش تعطي للشعب التونسي حتى اللي باش تعطيه كله فارغ tu as donné 6 ou 7 points, les 6 ou 7 points ne tiennent pas debout. Donc c'est normal que les gens vont s'opposer à ce projet. Mais enti bich bich tabqou bich tistamel el qouwa btbi'a bich tistamel el qouwa. Donc la violence est inévitable. Il est inévitable. Ma famach hal wala résignation wala tfahem ma3hom kifach tarja el parlement w ysamhouk. ولا انا ما فيش حل للحكايه هذه راهو سافا تري تري مال سو باسي لا سويت اي تري 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 انكيتانت فوالا عندي برشا حاجات باش نقولها واخرا ان شاء الله قلت لكم ليسونسييل نتاعي هذا ليسونسييل كو جو فو دير الخطاب نتاعو لي بروبوزيسيون نتاعو الكلام نتاعو باش يهزنا في حيط والناس اللي عنده عقل الناس اللي عندهم عقل مش موافقين معاه دونك باش يطابق السيستم تاعو قال قدام ربي وقدام التاريخ وقدام الشعب اختار حاجه ان توت كونسيونس دي ما فيهاش تفكير كبير هذا اللي البرنامج اللي تعطيه لنا ماهيش حاجه خرق العاده كلها فاشله كلها فارغه كلام فارغ سا نا با دو سونس وبالزايد قال لك لي زيليكسيون دون ان ان يعني ان ديسمبر الحمد لله زاد عليها ان شاء الله ان شاء الله كيس كو سا فو دير اي انتر تان عام باش نضيعوا برشا حاجات ليتا دو فينانسمون ديتا دو بون جو فو راكونت با يعني بوندون اون اني فو زالي سوسبوندر تو لي بودجي دو كوبيراسيون الناس تقول لك نستنى ما نعمل حتى شيء نستنى حتى الميزانيه لي فوتي نستنى حتى فما فلوس نستنى حتى لي بودجي يجيو خساره كبيره للدوله هذه خساره كبيره واللي باش يجيو بعد عام باش يسلكونا زعما باش يكونوا نفس النوع كيف يجيو يتعلموا خدمتهم لا يلزمك ترجع البرلمان كيفاش سماه هذا الجيرانس